تعليقاً على أحداث العباسية، عندما يهون الدم المصري بنوعيه مدني وعسكري، عندما يموت خير الشباب ليحيا آخرون لينعموا بما يؤمنون، يبقى لنا النهضة العنف. ثورتنا كانت سلمية ولا زالت سلمية، وسنحيا وسنحافظ عليها أيضاً سلمية. ومن هنا فإن حزب غد الثورة يأسف ويدين كل سبل استخدام العنف البدني واللفظي من كل التيارات السياسية، ويؤكد أن أي كيان أو مجموعة أو أشخاص تلجأ أو تستقوى بالعنف لفرض غرائها على المجتمع سيبطلها المجتمع ولن يكون لها مكان في مثل الثورة. كما نؤكد أنه مع إيمان الحزب المطلق بحق التظاهر السلمي وحق الاعتصام بما لا يتعارض أو يهدد هيبة الدولة وهيبة المواطن المصري وأرواح الشباب المصري. فيؤكد الحزب أننا دعونا للثورة وشاركنا فيها، وسالت دماء المصريين وأزهقت أرواحهم من أجل خلع رئيس أو من أجل محاكمته، ولكن من أجل إرساء دولة مؤسسات ديمقراطية قوية وعصرية. ومن ثم يؤكد الحزب على رفضه الكامل والمطلق في تدخل عمل أي سلطة من السلطات في عمل الأخرى بالتعليق أو بالنقد أو بالتدخل المباشر وغير المباشر، إلا أنه في ذات الوقت فإن حزب غد الثور والثور ودماء الشهداء وجراح المصابين وأصوات المصريين تؤكد على لجنة الانتخابات الرئاسية قيامها بواجبها كاملا غير منقوص دون التفات إلى أحد أو إلى إيماءات أو إشارات قد تبدو للبعض أنها مطبات سياسية يمكن استغلالها لوقف الانتخابات في مرحلة ما. ومن ثم نؤكد على اللجنة إجراء الانتخابات الرئاسية بمرحلتين في المواعيد المقررة سلفا وبذات الآليات المعلنة، وعلى تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس منتخب في موعد غايته ظهيرة يوم 30 يونيو 2012، وأن أي سيناريو خلاف هذا السيناريو لا يعني إلا دعوة المصريين إلى النزول مرة أخرى إلى ميادين مصر لاستكمال أهداف الثورة، وعلى رأسها تسليم السلطة إلى رئيس المنتخب وإعلاء مؤسسية الدولة وتكوين دولة المؤسسات. شكرا لحضرتك. الماضي في هذا الاجتماع الأول جرت انتخابات بين 13 مرشح انتخابات الرئاسة، تم إجراء تصويت فاز بأعلى سلاسل مراكز السيد خالد علي وليد صباحي عبر مصر. الحقيقة قرر أن يكون هناك إعادة للتصويت اليوم. تم التصويت اليوم بين أعضاء الهيئة العليا بتشكيل لجنة انتخابات رئاسة المستشار موسى الشيخ وعضوية الدكتور فريد مفودة والأستاذة فريان جمعة والأستاذة عزة النقيب المقامية. هذه اللجنة أجرت عملية الانتخاب والفرز وسنعلن الآن النتيجة. قبل إعلان النتيجة نود أن ننبه لقاعدة لائحية تنظيمية، وهي أن الهيئة العليا قررت وصوتت على هذا في بداية الجلسة أنه لن يعتد بفوز مرشح محدد إلا إذا حصل على ثلثي أصوات الحضور في الهيئة العليا، يعني 67%. وبناء على هذا أجريت عملية التصويت والفرز وفقا لهذه القاعدة، وسيبلغنا السيد رئيس اللجنة الانتخابية بنتيجة الانتخابات. حال أن يفوز أحد المرشحين 67% هو مرشح الحزب الذي سنقف إلى جواره في المرحلة الأولى. حال أن لا يفوز أي من المرشحين بنسبة 67% أو ثلثي الأصوات، سيكون قرار الحزب هو ترك الحرية للأعضاء في المرحلة الأولى في اختيار المرشح الذي يختاره. أما بالنسبة للإعادة، إذا ما تمت الإعادة بين شخصين من الثلاثة اللي كان بيجرى عليهم إعادة اليوم، فستتم إعادة التصويت فور انتخابات الإعادة أو فور ظهور نتيجة المرحلة الأولى. إذا لم يكن أي من الثلاثة في قائمة الإعادة لا قدر الله، فربما نجري تصويتا جديدا على الأسماء الموجودة في الإعادة.
إذا كان في شخص واحد من الثلاثة المتفقين النهاردة هو الشخص الموجود في العادة، فهنبقى قررنا الطبيعي هو أن هذا الشخص هو من سنسانده في معركة الإعادة. وبالتالي نحن أمام مرحلة من ثلاثة مراحل تم في منتهى الشفافية والديمقراطية. زائد البعض كثيرا وطالب البعض كثيرا أن ننفي وأن نؤكد وأن نصرح، لكننا رفضنا. فقلنا الذي سينفي ويؤكد مصداقية هذا الحزب والديمقراطية هذا الحزب والديمقراطية مؤسساته هو ممارسات هذا الحزب، وهي التي أثبتتها جولتي الانتخابات الأولى والثانية. أيا كانت النتيجة التي ستعلن بناء على تصويت حضراتكم، أرجو أن نقبل بيها ونلتزم بيها التزاما كاملا. إذا كانت النتيجة هي ترك الحرية، كل أعضاء الحزب والقواعد واللجان ومحافظاته في العمل مع من يروح في الجولة الأولى، فهذا القرار سنلتزم. ولا أحب بعد هذا أن نسمع أن يقال أن الحزب يؤيد فلان ولا يؤيد فلان، كما كان يقال في الشبكات الاجتماعية وبعض الصحف التي نشرت كثيرا من الأخطاء والأخبار الكاذبة عن موقف حزب الاستقلال. إذا كان قرارنا هو تأييد مرشح أو كانت النتيجة هي تأييد أحد المرشحين، سنقف جميعا خلف هذا المرشح رجلا واحدا حزبا واحدا، وسنترك أهوائنا وتصويتنا واختياراتنا جانبا، وسنعمل فريق عمل مع من نختار. سيد المستشار مرسي الشيخ سيعلن النتيجة لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب بلاد الثورة بخصوص انتخاب من المرشحين للرئاسة سيؤيده أو يدعمه حزب بلاد الثورة. الحضور عدد 58 عضو هيئة عليا. الأستاذ عمرو موسى واخد 25 صوت. الأستاذ حمدين صباحي واخد 25 صوت. الأستاذ خالد علي واخد 4 أصوات، وفي 4 أصوات باطلة. بناء عليه فلا أحد حصل على 67%، وبناء عليه فالحزب لا يؤيد أحد. ويترك حرية الانتخاب.